موت إكلينيكي للسوق السوداء للدولار في الهواء الطلق. انهيار الدولار الأسود في 48 ساعة فقط، ما يقارب 20 جنيه، حيث انخفض الدولار من حوالي 70 جنيه إلى ما يقارب 50 جنيه دفعة واحدة. وبطبيعة الحال أخذ الدولار الذهب معه، وانخفض جرام الذهب حوالي 500 جنيه للجرام الواحد. ماذا يحدث في السوق السوداء؟ لماذا يرتفع الدولار لأرقام قياسية بسرعة وانخفض بسرعة؟ وهل نتوقع المزيد من الهبوط للدولار؟ أما يحدث مجرد وضع عابر؟ أي دولة في العالم بيحصل جنبها نزاع مسلح زي ما بيحصل في قطاع غزة، بكل أسف اقتصادها بيتأثر. وممكن تشوف اللي حصل في لبنان بسبب الحرب السورية، واللي حصل في بولندا وأرمينيا بسبب الحرب الأوكرانية. فما بالك لو الحرب دي على كل حدودنا، في غزة شرقا والسودان جنوبا وليبيا غربا، وضيف عليهم انفجار البحر الأحمر. العوائق اللي عملوا الحوثيين في البحر الأحمر أثر على تدفق البضائع على مصر، وعطل الصادرات المصرية لأن قناة السويس مش بس ممر للأجانب، كمان حصل انخفاض في إيراد القناة. كل ده أدى لضغط على السوق السوداء لتوفير العملة الصعب. التجار بقوا محتاجين عملة أكتر من الأول للاستيراد من آسيا عبر طرق تانية غير طريق قناة السويس، في حين انخفاض العملة اللي داخل البلد نتيجة هبوط التصدير. فاتورة الحروب الإقليمية اللي جنبك كمان كانت بتنزف من استثماراتك الأجنبية اللي بتتدفق على البلد والسياحة. كل دي كانت أسباب كافية جدا لحدوث أزمة سيولة دولارية في السوق المصري. وبسبب قلة المعروض وزيادة الطلب وصل الدولار للأرقام القياسية اللي شفناها دي. وهنا في الظروف الاستثنائية دي كان لازم الدولة تتحرك بحلول استثنائية وعلى أكثر من مستوى وفي نفس الوقت بالتوازي. المحور الأول مضاعفة الجهود لاستعادة أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي في أسرع وقت، واستخدام رصيدنا الاستراتيجي السياسي والاقتصادي لعمل عدد من الصفقات الكبرى اللي تقدر توفر سيولة تعوض انخفاض الموارد نتيجة الحروب المحيطة بينا. أهم تلك الصفقات كانت الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات الإماراتية على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي. الاتفاق ده هينتج عنه ضخ مبلغ من الدولار في البنك المركزي قدر بنحو 22 مليار دولار. طيب المبلغ ده مقابل إيه؟ الفكرة كلها هو نفس اللي حصل في العاصمة الإدارية والعالمين الجديد، ومن قبلهم شرم الشيخ ومرسى علم. الحكومة بتقوم بتخطيط المدينة وبتطرح فيها الأراضي أمام المستثمرين المحليين والدوليين اللي عاوز يعمل منتجع سياحي أو كومباوند سكني أو أبراج أو مولات. النجاح اللي حصل خصوصا في العاصمة والعالمين اللي خلى سعر المتر يرتفع من لا شيء إلى 100,000 جنيه تقريبا، شجع المستثمرين على تكرار التجربة في رأس الحكم اللي هتكون خلال سنوات قليلة إحدى أهم العواصم السياحية على البحر المتوسط. وطبعا لأن أعداء مصر بيهاجموا المشكلة والحل، فالمشروع ده نال نصيبه من الهجوم، نفس اللي حصل مع تطوير قناة السويس والعاصمة الإدارية والعالمين، وحتى هاجموا مشاريع الاستصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وإننا نزرع أكلنا. وقالوا لك الحقوا، الإمارات اشترت رأس الحكمة والسيسي بيبيع مصر علشان يسدد الديون. طبعا أقل ما يقال على الكلام ده إنه عته أو خبل، بل إن الصفقة أكبر دليل على مستقبل الاقتصاد المصري، لأن المستثمرين مش هيحطوا فلوسهم في اقتصاد بينهار أو عملة بتنهار أو مفيش فرص واعدة. المحور الثاني كان التعويض. قرب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 7 مليار دولار أو أكتر أعاد الثقة في الاقتصاد المصري أمام المستثمرين المحليين والدوليين. غالبا الاتفاق هيشمل خفض لسعر العملة رسميا قد يكون في حدود 40 جنيه مع توفيره في البنوك للتجار. وهنا كانت الضربة القاضية للسوق السوداء، لأن كل التجار تقريبا اللي كانوا بيلجأوا للسوق السوداء للشراء ب70 جنيه بسبب عدم توفره في البنوك. طالما انت هتوفره لي ب40 ولا حتى ب45 انا اروح ليه للسوق السوداء؟ وهو ده اللي بنتكلم فيه، تحريك سعر الصرف او زي ما بيسميه الاعلام التعويم. الظاهر منه انه رفع سعر الدولار، لكن الحقيقة والهدف الحقيقي منه هو خفض الاسعار، لأن كل السلع تقريبا متسعرة بسعر السوق السوداء. وأنا النهاردة لما أوفره مقابل تحريك سعره الرسمي أنا بركب السوق السوداء، وبيحصل اللي أنتوا شايفينه ده من موت إكلينيكي للسوق السوداء وللدولار الأسود. أما المحور الثالث فهو المحور الأمني. الحملات الأمنية الواسعة اللي قامت بيها وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية خلال الأيام اللي فاتت على تجار العملة الصعبة في السوق السوداء
أظهرت قوة الدولة وكان ليها دور كبير في تحجيم نشاط الإتجار في الدولار خارج البنوك. وكل المصادر والمعلومات بتؤكد إن الحملات مستمرة ولن تتوقف. طيب كل الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الارتفاع الجنوني اللي حصل في الأيام اللي فاتت كان وضع مؤقت وطارئ وفقاع ولا يمثل السعر الحقيقي للدولار، وكان لأسباب خارجية سياسية قبل ما تكون اقتصادية وفي طريقه للتوقف، بشرط استمرار القيادة المصرية على نهجها في إطفاء الحرائق اللي حوالينا ومنعها من الوصول إلينا وعدم الاندفاع أو انجرارنا إلى حرب تقضي على كل ده. وإنه الأيام اللي فاتت أثبتت للمرة المليون إن أكبر عدو للشعب المصري وتنظيم الإخوان الإرهابي وكل من يدور في فلكهم اللي بيتمنوا وبيروجوا ليل نهار، بل بيعملوا على سقوط بلدنا وتشويه سمعتنا وتطفيش المستثمرين والسياحة والمتاجرة بغضبة، واللي بيحاولوا بكل الطرق بث الخوف في نفوس الشعب المصري من إن مصر في طريقها للخراب والدمار والانهيار، من محمد ناصر لمعتز مطر وعماد البحيري وغيرهم من العناصر الهرب، كلهم مجرد أدوات للعدو بينفذوا أجندته في الضغط على الشعب المصري والدولة المصرية للقبول بإملاءات من فرض هذا الحصار الاقتصادي على المصريين. قبل ما تدي ودنك للإعلام المأجور والمطريد وحزب عبده مشتاق ومدعي المعارضة اللي متسرحين عليك علشان يقولوا لك اللي بيحصل في الدولار أزمة داخلية وسببها سوء الإدارة أو المشاريع، افهم الأول، افهم إحنا بنتعاقب ليه أو بنتحارب اقتصاديا ليه. اللي مش شايف ليه ضربوا قناة السويس بتفجير البحر الأحمر وفجروا كل حدوده من غزة شرقا لليبيا غربا للسودان جنوبا، محتاج يراجع نفسه. احنا بنتحارب علشان السيسي قال العافي محدش يقدر ياكل لقمته، احنا بنتحارب علشان السيسي قال لا للتهجير وسيناء ليست للبيع، احنا بنتحارب علشان مصر قالت للعالم كله ان العالم بحاجة لنظام عالمي جديد اكثر عدالة، احنا بنتحارب علشان نوعنا مصادر السلاح وما بقناش بنعتمد على مصدر واحد وكمان بدأنا نوطن صناعته محليا، احنا بنتحارب علشان فجأة لقوا الجيش المصري يتحول لقوة غير مسبوقة كسرت كل القيود اللي كانت مفروضة عليه قبل كده في عصور سابقة، وهو اللي بيمثل خطر حقيقي على الكيان وعليه الدور بعد تدمير الجيش العراقي والسوري والليبي. احنا بنتحارب علشان قررنا نزرع أكلنا ونعمر الصحراء ونستصلح أرضنا ونعتمد على نفسنا، احنا بنتحارب علشان اكتشفنا عبقرية موقعنا وعملنا أهم ممرات تجارية ولوجستية في العالم، احنا بنتحارب علشان دخلنا البريك ورفضنا نتحسب على معسكر بعينه، احنا بنتحارب علشان قررنا نعمل مصانع ونصدر وما نبقاش مجرد مستهلكين لبضايعهم، احنا بنتحارب علشان كل ما يصرفوا مليارات لتنفيذ الشرق الأوسط الكبير بتيجي مصر وتعطله وتمنع تقسيم المقسم في سوريا والعراق وليبيا والسودان ولبنان واليمن، احنا بنتحارب علشان رفض الجيش المصري انه يبقى شركة امن تنفذ الأجندة الأمريكية في المنطقة، احنا بنتحارب علشان بنبني عاصمة جديدة ومدن عصرية وبنكبر وما كناش هنبقى محتاجين حد، احنا بنتحارب علشان بقالنا سنين عايشين في هيمنة الدولار والاول مرة في العصر الحديث بنسعى للتخلص منه، احنا بنتحارب علشان السيسي قال ان مصر بتمارس سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف، احنا بنتحارب علشان طورنا الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية وبقت مصر مركز عالمي لتجارة ورئة طريق الحرير الصيني، احنا بنتحارب علشان بقينا اكبر مركز اقليمي لتداول الغاز وكنا قريب هنبقى اكبر مركز اقليمي لتداول الكهرباء بعد ربط الشبكة المصرية بآسيا وافريقيا واوروبا، احنا بنتحارب علشان قلنا لا مش هندي سلاحنا لاوكرانيا ولا هنقطع علاقتنا مع روسيا والصين وكمان هنعمل مفاعل نووي روسي مش امريكي، احنا بنتحارب علشان رافضين تصفية القضية الفلسطينية وتقسيم ليبيا والسودان والعراق او عمل قواعد عسكرية اجنبية على ارضنا، احنا بنتحارب علشان مصر دولة وطنية مستقلة لديها جيش قوي غير قابل للتطويع ولما بتكبر محدش بيقدر يقف قدامها، وانت كنت بدأت الطريق علشان تاخد مكانك اللي تستحقه كقطب اقليمي في حد ذاته. لو انت مش شايف كل ده ومش شايف ان الازمة اللي احنا فيها اسبابها سياسية قبل ما تبقى اقتصادية وحصار اقتصادي قبل ما يكون مشكلة ادارة، يبقى محتاج تراجع كل حساباتك قبل ما تكون أداة بتنفذ في بلدك أهداف عدوك. الأزمة دي أثبتت للجميع إن مصر أكبر من أن تسقط حتى بشهادة ألد أعدائها، وإنها قادرة على الاستمرار والنهوض مهما كانت التحديات والظروف، وإن الدولة ليست عاجزة على التعامل مع الحرب الاقتصادية الحالية
سواء اللي بيقوم بيها أعدائنا في الخارج أو المستغلين للأزمة في الداخل، وإننا هنخرج من الأزمة دي إن شاء الله أقوى من الأول، وحيخيب ظن كل من راهن على سقوط هذا الشعب. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.